السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج ويش يقول. وسؤال حلقتنا اليوم: لو كان لسنة 2020 طعم، وإيش راح يكون طعمها؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلون جرس التنبيهات، وتنشرون المقطع في كل مكان. عطنا شيء توصف به هذه السنة من طعم، يعني طعمها مر. مثل ويش مر يعني؟ على قولتهم العلقم يعني، شيء عطنا شيء يعني مثلا، شيء اوصفه اكله مثلا او شيء مثلا. جحا خايسه. يحا خايسه. اوصفها لانه بطبخه او شيء ما تحبه. مشبوس ربيان. ما تحب مشبوس ربيان؟ حمصه بئر. يعني هذا الوباء في طعم مر وفي طعم حلو. ايه والله، هذا نفس العدس. عدس ما ينأكل. قول عندك تفاحه خايسه، طف الليت وكلها تعجب. اي كنت نفس ورق العنب، لان انا ما اشتهي ورق العنب. 90% من الشعب يحبه. اي هذه السنه نفس ورق العنب كلش. ها ما اداني يعني بورق. اذا بعد يحط عليه دبس الرمان، يمكن يسوي حامض بس عشان يغطي شو يسوي. ليش ما تحب ورق العنب؟ ما ادري كذي. خالد تحب ورق العنب؟ اذا 90% من الشعب على قولك احبه، مشكلة. انا نفسك يبين يعني، انت نسيبي يبين. نسيبي لو لا بل. لو ايش بدلت يحيى؟ لان دراز. لا دراز. زين بعدنا في نص السنة يعني لنهاية السنة، وايش بتصير يعني؟ هذا يمكن تريب جح خايس وصير. لا ان شاء الله تروح الكورونا ومحرم. ان شاء الله تفعلوا بالخير تجدوا. إن شاء الله تروح كورونا. تفعلوا بالخير تجدوه لو تيدوه. تيدوه ما تجده. تيدوه. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما لها طعم، أو يعني شيء ما تحبه هو طعمها يعني. يعني كلش كلش ما لها طعم. مرت عليك سنة أسوأ من هذه السنة؟ أنا توي صغير. لا يعني ما مرت علي أزيد شيء. 2020 يعني مو أكره سنة، بس هي اللي فهمت له وقف كل شيء يعني. ايه أعطوكم إجازة طويلة لما خلص الوباء. بعدين تابعينا الأعزاء، وإيش أخباركم في هذه السنة، سنة 2020، وإيش طعمها بالنسبة إليكم، وإيش مكوناتها، وليش؟ اكتبوا لنا في التعليقات. خنازير للطيور ما أدري فنتين هون. خنازير. ايه لحقت عليهم. شوف اعطوكم اجازة هالسنة، ازيد سنة او ازيد مرة في الحياة اعطوكم اجازة بتوصل 6 أشهر وشوي يمكن. وايش رايك في الاجازة؟ والله ما لها حل. ما لها حل اجازة، ما لها حل. بس هالسنة وايش تحس طعمها؟ مو لهنا، مو اوكي، مو ما لها حل بعد. ايه الاجازة ما لها حل، بس السنة هذه بقول كلش يعني مو حلوة. اي ويش عاد؟ لا يعني اسمه خلونا ما نشوف احد، يعني ما نطلع برا البيت، كله في البيت. وش تتوقع ان الطبخة تصلح له هالسنة؟ ما تحب حمصة البيض؟ بلا. يعني زينة سنة زينة على اجازة 6 شهور 7 زين يعني. طعمها وش همبا حلو. هو حلو بس 2020 ما يندر يعني. طعمها وش يعني؟ أطلع لأن طعمها يعني أنت تحب المجبوس، إذا كنت مثلا ما تحب المجبوس تقول مجبوس. ما تحب العادة يعني. آكل بس ما أحبه يعني. إذا الوالدة سوت شيء ما تقدر بعد هذا. 2020 كلش كبيسة. سنة كبيسة كبيسة. زين تونا في نص السنة يعني. الله احنا اللي الله كاتب لنا يعني، نمشي على الله. وعلى الله. اه شلون يعني؟ ما فهمت. طعم هذه السنة، تخيل طعم هذه السنة. يعني في ناس قالوا جحة خايسة، في ناس قال مجبوس ربيان ما يطيقه. اقول له هذه السنة، ما تفلسف، بتفلسف عليك شوي. يقول لك الحياة حلوة للي يعرفها. للا يعني انت عيش الحياة. اقولش تاخذ اشياء بطريقة غير إيجابية، خذها بطريقة إيجابية. صح إن جتنا الكورونا وحفستنا وكل واحد
يمشي بكمام ماله واحترازية وسانتايزر معقمات هذا، بس خدم شيء إيجابي يعني، جاب الكل قام يحافظ على صحتهم وهذا يعني. يعني طعمها حلو هسه؟ طعمها ما أقول حلو حلو، بس تقدر تشوفها بطريقة أحلى يعني، يعني نظرة الواحد تأكلها هالطبخة هاي تتخيلها شيء أحلى يعني. بالأخير قول الحمد لله. وش التوقعات للموسم الجاي؟ إن شاء الله متصدرين. يعطيك العافية. هذه السنة فيها الخير وفيها الشر. هذا الوباء له مردودات إيجابية وله مردودات سلبية. المردودات الإيجابية الناس جلست في البيوت استثمرت أوقاتها. بالنسبة لي أنا يعني شخصياً كنت قبل يعني عندي بعض الكتب أريد أخلصها، ما يصلني فرصة. جه الوباء هذا الحمد لله قضيت على ما شاء الله كتب، عرفت. وفي مردودات سلبية يعني حرمنا من المواتم، حرمنا من المساجد، لقاءات المؤمنين، المجالس الإيمانية، حرمنا يعني. بس إن شاء الله كل شيء يعني. ولكن بشكل عام الحمد لله الخير فيما وقع يعني. عشان يعني فعما أشوف كل الوباء هذا اللي مغرب منه الوباء وها كل شيء يعني. وش اسمه والكورونا هذا وش بيكون طعمها يعني؟ وصف لنا طعمها. ما في لا عيد لا شيء لا مطاعم فاتحه ولا يعني طعمها شيء. مر 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 زين تونا في نص السنه ها بعد ايوه يعني الجاي بعد يمكن ان شاء الله يعني مو اخس من اللي راح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب كل واحد فيكم الحين تخيل طعم معين، وانت تتخيل سوي لنا لايك واشتراك، واذا بعد ما تبينا نخرب عليك التخيل انشر المقطع في كل مكان. بالنسبة ل 2020 اعتقد اثر سلبي على جميع مستوى العالم بالوباء مع الكورونا، حرمتنا من اشياء واجد، وفيها شوي ايجابيات علمت الناس الاقتصاد واكل المطاعم بكثرة. فبس سنة يعني كبيسة على العالم. وش يكون طعمها يعني؟ طعمها توصفها بوش؟ تتخيل طعمها السنة بوش يعني؟ طعمها ما لها طعم السنة كلش، كلها محش ما لها طعم. إيه كلها محصورين ومحرومين من أشياء واجد، من لعب كورة، من مساجد، عبادات كامل. فأحس هالسنة مضغوطة كلش، ما لها طعم الراحة إلى الإنسان. يعني وش أقول لك؟ طبعاً هو في النهاية إن هذا بلاء من رب العالمين. الحمد لله. بس والكل ضاق يعني مرارة هذا البلاء. يعني اللي ما مرض يعني صاد الحجر وصاد ضيقة البيت. لكن في نفس الوقت أنا أتكلم عن نفسي إني استفدت أشياء واجد منه هذا البلاء يعني. أو هذا الحجر يعني. مثل وش؟ قل لنا مثل وش يعني الأشياء اللي استفدت. يعني بشكل عام يعني أنا توقف عملنا إحنا. ما أنا نشتغل في مجال السفر والسياحة، فتعلمت أشياء واجد. نحن قاعدين في نعمة يعني، لو واحد في عمل يحمد ربه في عمله يعني. من ينقطع رزقك بعدين بتعرف قيمة عملك، تعرف قيمة الشيء اللي أنت فيه، حتى لو أنه بسيط مثلا معاشك أو المكان اللي تشتغل فيه يجهدك، لكن قاعدة البيت يعني صعبة جدا يعني. السنة ويا الوباء اللي منتشر، ناس استفادت وناس انضرت، وهذا يعني أي وباء إلى المؤمن ينزل عليه أو يصيده هذا امتحان وابتلاء من الله، إنه إذا الله حب عبد ابتلى. يعني وباء بلاء إلى ناس، ولا ناس يعني عقاب يجي. بس أهم شيء يعني إن شاء الله إن السنة قاعدة يتعدل الوضع إن شاء الله قبل محرم يزول الوباء إن شاء الله. زين وش طعمها يعني؟ عطنا رأيك يعني طبخة مثلا شيء كذي طعم إلى هذه السنة. هذه السنة الخير فيه إن الناس تجمعت، في ناس كانوا ما يقعدون مثلاً يا أهاليهم، تفادوا السنة إن قعدوا يا بيوتهم، تعرفوا على بعض أزياد، كلموا يا بعض أزياد يعني. هالسنة مرت علينا كئيبة يعني، صايرة كئيبة السنة؟ كئيبة. من أي ناحية؟ ناحية الموت والمساجد يعني، ما أتجمع يا أهالينا، أصدقائنا ما قدرنا نتجمع ياهم يعني. ما قدر نسوي شيء. قرب يخلص موسم برنامج وايش يقول؟ الله يحسن اوضاعنا وتصير بقايا السنه كلها خير وفرج للمؤمنين، وان شاء الله كل هذه الامور ما تروح الا بالصبر. وبشر الصابرين، كل اللي علينا نلتزم بالاجراءات الصحيه، تباعد، تعقيم كمامات، لايك، شير، سبسكرايب.